المترشح لرئاسة 12 ديسمبر علي بنفليس وفي تجمع شعبي بولاية سيدي بالعباس رافع لصالح دعم الفئات المهمشة التي اعتبر أنها تستحق التفاتة أكثر من غيرها. مستحيل، لازم نفتح الملف هذا. هو اللي ما عندوش 18 ميل واش نديروا له؟ هو ميت أكثر من مولد 18 ميل. هو اللي عنده جوج ملايين هو ما يقدرش يعيش. كاينة فيها هذو اللي كل صباح ينظفوا الطرقات ويلموا الأوساخ تاع بيوتنا، الله يكرمهم الله يحفظهم. هذو ما راهي فئة كبيرة، الدول اللي تحترم تعطي أكبر شهرية لهذو. رئيس حزب طلائع الحريات الذي يخوض المعترك الرئاسي لثالث مرة تعهد بمنح قطاع التربية اهتماما خاصا من أجل بناء مجتمع نظيف ودولة قوية بمؤسساتها. قدوسية المهنة تاع التربية والتعليم، إذا عدنا المعلمين وقدرناهم وقدسناهم والأساتذة تاع الابتدائي وتاع التحضيري والابتدائي والإكمالي والثانوي والجامعي والبحث العلمي، إذا كان حطينا هذو في المراتب العليا تاع المجتمع جاء النصر المبين للمجتمع. هذو اللي هما ينحيوا العسل من قلوبهم ومن صدورهم ويدخلوا العسل هذا في القلوب وفي الصدور تاع ابنائنا وبناتنا. إذا كرمتوهم كرموا المجتمع وأعطوا لكم مجتمع محصن. بنفليس عاد ليعرج على لائحة البرلمان الأوروبي بشأن ما سمي بواقع الحريات في الجزائر، مؤكداً أن الأزمة السياسية شأن داخلي والفيصل فيها هو الشعب.